بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حباباتي واخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوهاتي اليوم في داري غادي نديرو واحد البطاطا مقلية، وصفة سهلة وكاع نبغوها كبار وصغار. بطاطا مقلية ونبغوها اكثر من تكون ماشي شاربة الزيت ومقرمشة ما شاء الله عليها كيما تاع لي غيستورون. شوالا كل واحد فينا كيفاش يديرها. انا هاد الطريقة جربتها بامال دو فوا وبخرجت زعما في الوصفه نيشان باش نعطيها لكم بكل امانه. انه نحكموا البطاطا، نغسلوها ونقشروها ونخلوها تقطر مليح مليح، نقطعوها ونخلوها تقطر غايه، ونقطعوها كما تبغوا كلي اصابع ولا هكا، انا زعما زوقتها ايا، ونقطعوها ونخلوها تقطر غايه صافي، ملي ما يكونش فيها الماء. ونحتاج ايضا معاها الملح، ما نستخدموهش دوك، نخلوه حتى اخر حاجه كي تنقل البطاطا باش نحطو الملح. نحتاج دقيق الذره، دقيق الذره ماشي مايزينا، دقيق الذره هذا هكا، كاين اللي يجي اصفر كاين اللي يجي ابيض. في بعض المناطق كما في تمرس انا كنت نصيبه نتلاقاه ويقولوا له البشنه، فواحد المناطق هو متوفر كاع في المحلات اللي يبيعوا لي زيبيس وكلشي، يبيعوا فارينه وسميد تلقاو عندهم هذا دقيق الذره ولا البشنه. نحتاجو ايضا واحد 3 مغارف ولا زوج تاع مايزينا، نحتاجو شويه تاع المايزينا. ونمر مباشره لطريقه التحضير. دوكا دون ان ريسيبيون هكا ولا سالادي ولا، نحكموا البطاطا تاعنا بشويه ماشي كاع غادي نهودوها في خطره، نحكموا. الا كانت عندكم، انا عندي هذه شويه صغيره، الا كانت وحده كبيره زعما تقدروا تخلطوا فيها الاز، ديروا كاع الكميه اللي عندكم. انا غادي ندير نص الكميه هكا، نحط نص الكميه ونحط معاها دقيق الذره هكا، نرشها بدقيق الذره. انا راني نوريكم كيما انا مداري نديرها، زعما ما راني لا نزيد لا نقص، ندير هكا ونزيد نحط معاها مغرف نتاع مايزينا، ومن بعد نخلط. اذا تلاقيت الخليط تاع البطاطا ما تغلفتش نزيد نحط لها شويه، نخلط كيما هكا البطاطا هذيك حتى تكوبر غايه بهذوك المكونات اللي درنا. ما نديروش الملح لانه الملح غادي يطلق لنا الماء تاع البطاطا وما تجيناش مقرمشه كما رانا باغيين. في هذا الوقت رانا حاطين الزيت تاعنا يحمى، الا تكون زيت عميقه تكون زيت معمره وتكون حاميه مليح مليح هكا، نغلفهم مليح. انا هذه الكميه راهي كفاتني صافي، ما غاديش نزيد نغبر شويه هكا، نغلف مليح مليح ونفوتو نقلوها مع بعض. هاو الزيت تاعنا حامي هنايا، نقصوا له شويه كي نحطوا برك غير باش ما يطيرش علينا، ونبداو نهودو في البطاطا هكا اللي كنا غبرناها قلنا بدقيق الذره ولا البشنه مع مغرف تاع مايزينا ولا زوج مغارف على حسب الكميه تاع البطاطا شحال تحتاج باش تتغبر كاع هكا. نحطوا الكميه اللي عندنا، ما نكثروش بزاف في الزيت باش تنقل لنا غايه هكا، ونخلوها حتى تحمر عندنا ونقلعوها. هاي البطاطا تاعنا حمرت، دوك نحطوها في الطبسي. نتمنى انكم تسمعوا الصوت تاعها، سمعتوها ناشفه تماما من الزيت، تسمعوا الصوت تاعها كيفاش في الصحن مقرمشه ما شاء الله. نحينا كامل الكميه اللي عندنا في سمعتوها معايا في الصحن، شوفوا هنا نحكم وحده راهي حاميه. غنحط لها دوكا الملح وهي هكاك حاميه، نقسم لكم سمعوها، سمعتوها كيفاش تجي ما شاء الله مقرمشه وماشي شاربه الزيت. ها هو الطبسي تاعنا ما فيه لا زيت لا والو، دوك نوريها لكم
في صحن التقديم. إذن كانت هذه هي البطاطا المقرمشة اللي درناها مع بعض. أتمنى إن شاء الله الوصفة تنال إعجابكم، وإذا عجبتكم وجربتوها ما تنسونيش باللايكات تاعكم وتعليقاتكم اللي راها تفرحني بزاف. واللي أول مرة يزور قناتي مرحبا بك في داري، وما تنساش تدير لي اشتراك وتضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. سلام.